طبعا منذ بداية النزوح افتقر النازحين لشيء هام وخاص للأطفال، هو التعليم. طبعا التعليم هو مادة أساسية لدى الطفل. أغلب الأطفال دون السن العاشرة في هذه الأيام لا يعرفون الكتابة ولا القراءة، حتى أسماءهم لا يعرفون كتابتها، وذلك بسبب تهجيرهم من قرائهم وهدم المدارس من قبل الطيران الحربي والمروحي إن كان السوري أو الروسي، وتهجير المعلمين الأساتذة. طبعا هذه النقطة هامة لدى النازحين في غياب تام للتعليم الأساسي.